والله عندما بحثت في ثواب كظم الغيظ وعدم الغضب وجدت أحاديث عجيبة في هذا الموضوع. والله ما كنت أظن أن مسألة مثل كظم الغيظ وعدم الغضب فيها كل هذا الثواب والأجر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا، يعني من أمسك غضبه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق هذا يوم القيامة، قال حتى يخيره من الحور العين ما شاء، اختر ما تريد من حور عين اختر، فقط لأنني لم أغضب. طبعا أنت تعامل إلها كريما. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الذي يبعدني عن غضب الله عز وجل؟ سؤال عجيب. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لا تغضب. رجل آخر يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله، يقول: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب ولك الجنة. هل تساءلت معي لماذا جعل هذا الثواب لمن حبس غضبه؟ الجواب: لأن مسألة حبس الغضب ليست سهلة على كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أولا وقبل كل شيء، يوجد وهم إذا لم تتخلص منه فلن تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب، وسبحان الله كثير من الناس يحمل هذا الوهم. الوهم هو أنك لا تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب. هذا الظن لا أساس له من الصحة، بل أنت تستطيع. الإنسان ليس مجنونا يفعل ما لا يريد، بل إذا أردت أن تغضب فسوف تغضب، وإذا أردت ألا تغضب فلن تغضب. تأكد أن أفعالك بيدك أنت وليست بيد أحد غيرك، بيدك أنت، وإلا فلو كنت لا تستطيع أن تمسك نفسك عن الغضب لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. فكيف يطلب منك شيئا لا تستطيعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف يؤاخذك الله على شيء ليس بيدك؟ تأكد أنه بما أننا سنحاسب على غضبنا وأفعالنا، إذن فنحن نملك الاختيار، إما أن نمارس الغضب وإما أن لا نمارسه. مثلا رأيت شيئا في بيتك يدعو الغضب، بعد أن رأيته أنت يمكنك الآن أن تتخذ قرارا في داخل نفسك بأن لا تغضب فلن تغضب، ويمكنك أن تتخذ قرارا بأن تغضب فسوف تغضب. ببساطة الموضوع ليس معقدا ولا شيء. وإذا صدقت خدعة أنك لا تملك نفسك، فماذا تملك إذن؟ الغضب لا يتكون إلا بعد أن تريده أنت، فإذا أردته حصل، وإذا لم تريده لم يحصل. فالإنسان هو الذي يطبخ الغضب بنفسه أولا ثم يظهره، لأن الغضب لا يبدأ إلا بمقدمات معينة، وسبحان الله كثير منا يمشي في هذه المقدمات خطوة خطوة، حتى إذا بدأت تظهر نتائج هذا الطبخ من الصراخ والكلام بما لا يليق ومخاصمة من حوله، ثم يصل الإنسان إلى ذروة الغضب ثم يهدأ، عندها يندم ويستغرب، يقول: أنا كيف غضبت هكذا؟ طيب أنت الذي أشعلت النار، فكيف تستغرب اللهب؟ إذن يجب أن يتخذ الإنسان منا قرارا بعدم الغضب، وأبشر لن تغضب.